تفضل عمي اسمعك. قول. انا اللي ابي اعرف منك شو اللي خلاش ذيك الليله عقب ما قلت لك لقوا عبد الله غرقان في البحر ومتوفي وطحتي من طولك في مكانك خشيانه، عقبها طحتي في فراشك اسبوعين تبكين على مر الليالي والايام. تراني كنت اسمع صوت ابكاش من ورا باب غرفتك. انت تظن عمي ان فطيم ما قالت لي ان مطر خطب بنتك مريم حق ولد عبد الله؟ يعني يموت خطيب بنتي وتموت فرحتي وفرحتها، ما يصير فيني كل اللي صار. بس انا ما اعطيتهم كلمه ولا قلت لهم لا. ولو قلت لهم لا بتصرخين نفس الصرخه وبتطيحين نفس الطيحه؟ ساعتها ما ادري ايش بيصير، بس عمي في جيعه الموت أقوى من كلمة لا. كلمة لا فيها أمل، بس الموت يدفن معه الأمل. ليش؟ مريم بايرة؟ ولا ما بيجيها إلا غير هالعريس؟ باكر يجيها بدال الواحد مية. لو كل واحد قلت له لا بيموت وبيستوى فيك اللي استوى. ولا تبين تقنعيني إن السبب اللي قلتيه خلاش تطيحين في فراشك وتبكين على عبد الله ولد مطر، اظن حتى امه ما بكت عليه كثرك. شفتين انك تكذبين وتلفين وتدورين